السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا بنا داخل الوطن خارج الوطن الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين الإعلام الفرنسي يؤكد أول مرة اقتراب عوار من المنتخب الوطني بشكل رسمي. خاطش عليه ناس قلت الحمد لله يا ربي بالك سبحان الله من الاتحادية منا يعني وين قلعوا باش يعني هو دار دوموند هي يدير دوموند هو اللاعب يدير دوموند تغيير الجنسية والناس جراو له على كواطو وخليه كان خرج الباسبور من ليون من السفارة تاع ليون وخرج الباسبور تاعو خضر اوفيسيال هو راه عنده باسبور خضر يعني درك بقات الاتصال يعني اتصال بيناتهم وصحيح هذا مكان يعني طرح المشروع هذا مكان وين تنتظر الجماهير الجزائرية الجماهير الحقيقية الجماهير الحقيقية تنتظر الجماهير الحقيقية خاطش كاين زوج جماهير كاين جماهير لي سيبورتو بنادم وكاين جماهير سيبورتو المنتخب الوطني الجزائري خلينا جماهير تاع هذوك الدراري الصغار مساكين لي غاسلينهم دماغهم تاع كو يروحو فلان نطيحو كو يروحو فلان نطيحو كو ما يلعبش فلان نطيحو كو ما يلعبش فلان نطيحو خلينا من هذوك حنا هادو الجماهير اللي تبغي ليكيب ناسيونال الجماهير اللي ما عايروش ديلور الجماهير اللي ما عايروش حسام عوار الجماهير اللي ما عايروش عدلي وايت النوري وكلش يعرفوا الحقيقه يميزوا يعرفوا شكاين هذوك هما الجماهير وين ينتظر وين تنتظر الجماهير الجزائريه حسم اللاعب ليون حسام عوار لمستقبله الاحترافي مع ناديه في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله لأنه بعد ذلك سيتضح بشكل نهائي قراره حيال إمكانية اللعب للمنتخب الوطني الجزائري. شوف أنا واش نقول لكم خاطش القانون تاع بلاكار اللي جا دار هنايا يكمل في أوت يكمل وقيلا 5 أوت هكا ولا 4 أوت يكمل خاطش يمكن ما يهضروش مع اللعاب خاطش يخافوا خاطش على فيها على بالكم بلي بلاكار نهار اللي جانا داروا معاه عقود على بالك بلي كيبغوا يجيبوا اللعاب يبغوا يجيبوا اللعاب وهدرتها في وقتها ماشي اليوم يبغوا يجيبوا اللعاب على بالك بلي بدو يعني الاتعاب يعني الخساره تاع النادي والاتحاد تنقابلوا في 4 ملايين اورو تما كاينش نروحوا نشرو لعاب ناس هنا شو ولاو يقولوا ولاو زعماك بلاكار ومنا وحنا عندنا الحق وزتي عنده الحق في ذاك الوقت بصح من بعد انكشفت باللي الحاج كي كان يروح يجيب اللعابه يعطيهم لي سبونسور لي سبونسور ماشي يخلص من الاتحاديه كانوا لي سبونسور هما يخلصوا كتاب صح هما لان هذيك كي داروها داروها من اجل النادي تاعو مصلحة تاع النادي تاعو برك هذا مكان وين كانوا ولي كان يهدر العساس اللي كان يهدر ويقول لهم باللي اللي بيجي يجي وحده هذا كان يتبع خاطش على سمع احنا اصلا سمعنا ديك الهضره ما سمعتهاش من عند العساس الاولى سمعتها من عند ساتشي في 2017 من بعد ولينا نسمعوا فيها بعد في النتائج الديكتاتوريه وبعد كاس افريقيا ولينا نسمعوا هذه الهضره هذه هي وين نعاودوا نولوا يعني وين سيتضح بشكل نهائي قراره حيال إمكانية اللعب المنتخب الوطني الجزائري رغم أنه مثل الديوب في مباراة ودية يا ودي مباراة ماتش أميكان ما ينحسبش ماشي بروبليم خاطش كاين اللي كانوا دايرينه بغاو يديروا قضية تاع عوار كيما قضية تاع منير الحدادي يعني على الشيطان يا ماشي كيف كيف ماشي كيف كيف هذاك العام ماتش أميكو عوار لينتظر الجزائر 4 استدعاءات رفض ديشون 4 استدعاءات وكي ولاو حنا نعرفوا شكون اللي كانوا يعايروا انا نعرف شكون اللي كان يعايروا خلينا من ذوك العاهرات تاع اليوتيوب بصح كاين امر ناس وخدا اخرين يعني وي كانوا طايحين على عوار طايحين على لعابه جزائريين علاه كانوا طايحين اليوم يعني من اجل قتل المنافسه
من عدم لهنا اللعابه ما يجوش، يعني الشعب الجزائري شي يبغي كره القدم، ما تدقدق ليكيب ناسيونال، ما تعيطش، ما تجيبوش، ما تخلوش اللعابه يجوا جدد المستوى الاول، ما تخلوش، خلي بهذا المستوى خاطكم تبقاو تشوفوا. النهار اللي جا بلاكار هنا وجمع مع ماجر ومع زاتشي، راكم عاقلين عليها. موراها بيومين من بعد بالشيخ اشتاقال، بالشيخ اشتاقال قال لكم غير نساو المستوى الاول من اليوم، قال لكم نساو المستوى الاول من اليوم. وقعد تمشي، قاعد تمشي تمشي حتى دخلنا في حيط. مي دخلنا في حيط الكونترا هذيك تكمل في اوت، وقيل 4 اوت الشهر الجاي 4 اوت تكمل، يعني بالك عوار، بالك اللعاب هذو ما يعنوش، بالك يحبسوا ما يخلوش يعنوا قبل الكونترا، خوف من اموال وكلش، واللي تعاقبهم خاطر على مسنيين هنا سنياو كيما عطاو مبدئيا باش يقلعوا قانون بهاماس هنايا. نورمالمون بالسلام، نورمالمون بالشعر، تيري عليه بالشعر ولا ديره في مدفع، اربطه دور عليه سكوتش حطه في مدفع ودير اللوبي، اللوبي تاعك حطه دخله الدمره وديرو هو وطقه مع السالو خير، وما يروح مع في الضربه تاع المدفع يقلع يروح. نورمالمون كيما هاك كان وسوله هنا. شوف كانت فرنسا، الالمان، اسبانيا، لا هولندا، ايطاليا، انجليز ولا بلجيك، هادو ضد قانون بهاماس، هادو ضد قانون بهاماس، علمت بلي منا عطاو مبدئيا باش يقلعوا قانون بهاماس. وين خرج هذا جاري هذا تاع مصر تاع تونس، قال لهم بلد، قال لهم هو اللي يجرى على قانون بهاماس، ومن هو اللي تعب على قانون بهاماس، قال لهم الاتحاديه في هذا البلد وين تسعى لنزل التصويت ضد قانون بهاماس. نعم، وين قد اصبح قريب، وين عوار قد اصبح قريبا للعب مع المنتخب، وهذا ما بينه التقرير لموقع فوت ميراكتو نشر اول امس، يعني خلال حديثه عن تواصل اداره ليون للاتفاق مع ناظرتها في ريال بيتيس على نقل اللعاب خط وسط ميدان. يعني وكشف التقارير خلال حديثه عن هذه الصفقة بأن عوار متابع من طرف المنتخب الوطني، وهو أول اعتراف من الإعلام الفرنسي حيل هذه القضية، باستثناء الحديث السطحي السابق عن من صحيفة ليكيب الشهيرة التي كانت قد تناولت المادة القانونية التي تسمح للعاب بتمثيل الخوض، لكن دون دخول في تفاصيل أخرى حول قرار اللعاب. يعني من موقف مسؤول المنتخب الفرنسي من ذلك بخصوص مستقبله مع نادي، اكد موقع فوت ميراكتو بان اداره ليون قد وافقت على بيع عوار لنادي ريال بيتيس مقابل 13 مليون يورو، لكن في انتظار قرار نهائي للعاب، خاطش علاه هو باغي روما، روما هو باغي روما. بصح غادي كيما يقول لك ريال بيتيس وين غادي تلعب اللعب تاعها، وين ريال بيتيس يعني 13 هما كان اولاس وين ضربها في 20 مليون، ها ودت 13 مليون حتى 10 ملايين، خاطر باقي له موسم واحد، باقي له موسم واحد. لكن في انتظار قرار نهائي للعاب الذي يملك عروض كذلك من روما ولايستر سيتي، ويذكر ان التقرير الاعلامي كان قد كشفت في وقت سابق بأن عوار بدأ في تغيير جنسيته الرياضية على مستوى الفيفا من أجل لعب المنتخب الجزائري، خاصة بعد أن خرج من حسابات المدرب الفرنسي. يمشي خرج مسكين الله غالب، هو ضغوطات ناس، عائلته عائلته ربط كابتو راح دخل عيط له ديشو راح تاليا راح، راه بخطرات، راه بخطرات ويري فيزيا، راه بخطرات ويري فيزي. ومن بعد الناس جون اي الجماهير الحقيقيه، شتو هذاك بو عنان داير تريكو تاع فرنسا ومي راح للتريبيل الشعب يقولوا له روح مع الجزائر، هذوك هما الجماهير اللي تبغي الجزائر، ماشي كيما ذاك الغياط ولا هذوك يحضروا على جال القناه تاعهم وصايك، ولا داير مسلسل على عوار بالك تعقلوا، ولا دايرين مسلسلات على عوار، ولاو داير كل يوم على عوار، كل يوم على عوار، الناس قالوا لهم حشموا على روحكم، ها صحيح، ولاو كل يوم على عوار.
عور ما مشات شعرو عما عور ما راخر شي عور راخر عور هوده عور طلعه جياح تقعد جياح ماشي رجالة هادو جياح هادو ماشي بيهم اللي كيما نصو هادو يتلقاو أوامر ضربو فلان ضربو فلان ضربو فلان هادو أوامر أوامر وصا تخلصوها تخلصوها كيما لالة تاعكم لالتكم لالة شت لالة تاعكم الشيكورة تاعكم تخلصوها كيما هاك الشيكورة تاعكم غادي نتوما تخلصوها كيما الشيكورة تاع شرا جايكم تيبواريو هاد الكلاب تموتو هاملين